الحديث الذي بعده التاسع. أخرج الصدوق في الإكمال أيضا بالإسناد إلى سلمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الحسين بن علي على فخذه وهو يلثم فاه ويقول أنت سيد بن سيد وأنت إمام ابن إمام أخو إمام أبو الأئمة وأنت حجة الله وابن حجته وأبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم. أخرجه الصدوق في إكمال الدين الباب 24 الحديث التاسع وفي الإمامة والتبصيرة صفحة 10 و100 وفي الخصال صفحة 75 و4 كلها للصدوق عن أبان بن تغلب عن سليم بن قيس عن سلمان به. وأخرجه الصدوق كذلك في عيون أخبار الرضاء في الجزء الثاني صفحة 56 من طريق أبان بن خلف عن سليم بن قيس عن سلمان الفارسي به. وفي كتاب سليم بن قيس أيضا من طريق أبان بن أبي عياش عن سليم عن سلمان به صفحة 61 و400. وذكره هاشم البحراني في غاية المرام من طريق الصدوق عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس عن سلمان به. أخرجه الصدوق كما قلنا قال حدثني أبي قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبان بن تغلب، انتبه أبان بن تغلب وليس أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الحديث. أولا هذه الرواية مرسلة، أبان بن تغلب لم يروي عن سليم بن قيس في انقطاع وروايته عنه مرسلة. قال علي أكبر الغفاري محقق كتاب إكمال الدين وتمام النعمة للصدوق قال كأن فيه إرسال، فلم يقل أحد من علماء الجرح والتعديل من إمام المتقدمين أن أبان بن تغلب سمع من سليم بن قيس، هذا أولا. الثاني الصواب أنه ليس أبان بن تغلب وإنما أبان بن أبي عياش الضعيف وليس هو أبان بن تغلب، ودعي على ذلك ما أكده التستري بقوله خبر رواه في كتاب تغلب والدليل على ذلك ما أكده في كتاب الخصال في 12 عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب عنه أي سليم بن قيس عن سلمان، إلا إنه يمكن أن يقال إن أبان هذا كان مطلقا يراد به ابن أبي عياش وليس ابن تغلب. طيب وأبان بن أبي عياش مر بنا أنه متهم. قال الخرساني في العيون أبان ابن خلف عن سليم بن قيس عن سلمان الفارسي ولعل اسم أبي عياش خلف آخر، يعني أنه وليس ابن تغلب، وهذا قاله في إكليل النهج المنهج في تحقيق المطلب صفحة 54 وكتاب كلام التستري في قاموس الرجال الخامس صفحة 38 و200. فالراجح أن الراوي هو أبان بن أبي عياش وليس أبان ابن تغلب. إن قلنا أبان بن تغلب فهو منقطع، وإن قلنا أبان بن عياش فهو كذب، يا سلام ما يترجع. طيب وهو الذي وضع كتاب سليم بن قيس على سليم بن قيس، لأن هم ينكرون شخص اسمه سليم بن قيس أصلا. طيب والحديث أيضا في سنده أبان بن أبي عياش كما قلنا، قال مر الكلام عليه أنه ضعيف جدا، وفيه سليم بن قيس وهو ضعيف قد مر كلام هاشم معروف عنه. فالنتيجة الحديث لا يخلو من أمرين، إما أن يروي أبان بن تغلب فهو مرسل منقطع، وإما أن يروي أبان بن أبي عياش فهو ضعيف وهو الراجح. جميل. أنه أبان بن أبي عياش على كل الأحوال هو صحيح، لا يصح الحديث.